اسمع كذا كذا شرف جتون جايكم حاب اليوم مقطع جديد اسمك تاع اليوم رياكشن اسمع كذا كذا شرف جتون جايكم حاب اليوم مقطع جديد اسمك تاع اليوم ميمز خسر فواز ناخذ منه ميمز ونعطيكم عليه رياكشن و بس فلا تنسوا اشتراك وتفعيل زر الجرس عشان تغطوا على الكام تبعي سناب شات صلوا عليه سبحان الله وحنصر العظيم ليتس جو نبدا المقطع طبعا فواز الف 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 مبروك على دخولك فالكونز ان شاء الله الحقك وعلى 100,000 مشترك يلا ورب الكعبة بعص علي كده هو في مخه أفضل طبعا هو نادي الخوية راح تجيب الكرة من مكتب الوكيل تمام خالي كامل يا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بيه بلتن الله يرحم اللي جاك شوي شوي طيب هذا عبد الله رهيب مرة الله يعطي طولة العمر يا رب حليب معزة ما شاء الله تبارك الله استأذنت منها شوي وشخلت ديدها في البريق وغليتها وشربت اجيب لك العافية خلاص الحين العنز امي من رضاعة ماما الله يرزقني برها يا رب امك حقيقة تسمع عشان تعلمك هذا اخوي الصغير شو هو انا احلى ولا واحد عندك جريش هروين ولا واحد احلى عندك جريش طاطا عندك جريش طاطا امي لي حضرت خالك خالي سبحان الله غطار يطلع اللهم يا رب استغفر العظيم يا خلي لكم المقاطع دي شوكم شو تفكرون يعني ها شنو سوي يهابني شنو انت يسوي هذا يصلي شنو يسوي مسجد ليش هذا بروحه حط مني كمل الصف صغر الله اذا اهلي قصبوهني اجي معهم حلو المكان زين المكان راح تجي ثاني مرة اي راح اجي بعد ايش عندكم هني ماخذين مخيم ولا مخيمين ولا شنو ما ادري هذيل قصبوني اجي رب الكعبة زق معاه هذول قصبون يا جين قال عليك قال عليك صيبي نيجز أشياء مستحيل تشوفها على وجه الأرض كوري أسود كدرد عائلة وإسعاف يعبي بنزين وهندي مركب تقوين هذه يمكن إسعاف لقيته هم الباقي والله تحدى إي صدق أنا الوحيد اللي ما شفت أنه هندي مركب تقوين حرفيا خاير هور بصهد كنت برمس عطى انثبر بس دعوة يا جماعة يقول إذا جاك 400 طلع زكاة ورب الكعبة رهيبين طبعا في ناس كثير تفكر انه ايش انه المشايخة خلاص لازم تصير مطوع انت وكذا ما تقرب احد ابدا لا يا حبيبي بالعكس بالله شفت عليه قلت خير قلت انت خير ترى درجي ما كنا عند الدرج وبعدين صحبتها جات قاعد تدافع عنها ومدري ايش قاعدين يقولوا يا عيال مدري دوري حق البنات يا اخي اللي سواه ايش تفكر فيه ما ادري وطبعا هذه من اخس السلفات في العالم ما كنا عند الدرج شو نسوي بعد يقول دواري التايم يبوي فل تعب فل شنو فل تعب خيو حق اللي يسبون تحت بالكومنتات فل اجر فل شنو فل اجر خيو تصبحوا على خير طبعا هذا ولد عمي قث امي فيه مره بسم الله الرحمن الرحيم
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم انت عاق مريم والله مداومه مرام والله ناجحه هبلو ايوه احرقنا ادبك 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 والله مداومه مريم والله هذا ايكنو كذا اسمه في بوار صح بتصرف. المهم خش المعضل هذا طبعا انا معضل وهو معضل يعني كان لقاء الجبابره انا بكره مساء خلي عيال بناتي يسوقون أوامي يا عيال ايش جوهم ذول يفكر نفسه في جراند ذا يا رب الدولة تمسكهم يا اخي حسوني رهيب مرة رهيب خذي انا هقول لك ما تقوليش اهي اجري هاتها عي الخباسة هكلبش هالك لا اوعى انا وتحت عليك يلا يا حرامي يا عبير ايش الشيء اللي شفته قبل شيء انا والله ما ادري ترى حار هذا حار انا هذا تشيك بيج انا اقول كنتاكي كنت واقف اخي عزيز تشوف الروايه ما حدا من نفسه اصلا ابو شوقي شخصي ملابس تجار انا كذا نظر فيهم فوق قصه تجار اذا في خير سوي شيء الحين راح نلعب مع ابوي طبعا يمين بالله لو ناس قسما بالله شوفوا كيف ترى ممكن في واحد فيهم يموت عشان كذا علمك خلني معهم عشان حرام عليك وروح بيتك جاني الرعش ام فهمته بس رهيب صوت جامد يا عيال ربك يا صوت جامد اسمع حرام عليك وروح وربك يا صوت رهيب ما شاء الله يا فإلى هنا كسرت الحلقة لا تنسوا لايك واشتراك وسبت من جدات صندوق استبعنا عليه كامل دبعنا على سناب بعد صلوا على النبي سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم ومع السلامة.